خلونا دلوقتي فعلا نتابع مع حضراتكم اسعار صرف العملات الرسميه. هنبدا معاكم من الدولار الامريكي، وهنبدا معاكم من سعر البيع والشراء للدولار الامريكي. بيع 15 جنيه 74 قرش وشراء 15 جنيه 64 قرش. اليورو البيع سعر البيع 17 جنيه 48 قرش وشراء 17 جنيه 21 قرش. والجنيه الاسترليني 20 جنيه 79 قرش للبيع و 20 جنيه 47 قرش للشراء. هتجه معاكم بقى نكمل معاكم برضو الاسعار العملات. ودينار الكويتي سعر البيع 51 جنيه و 80 قرش وسعر الشراء 49 جنيه و 50 قرش. الدرهم الاماراتي 4 جنيهات و 29 قرش وده للبيع، والشراء 4 جنيهات و 26 قرش. واليوان الصيني 2 جنيه و 48 قرش للبيع وسعر الشراء 2 جنيه و 46 قرش. بالنسبة بقى لأسعار الذهب اللي طبعا فيه تفاوت فيه أو بترتفع أو بترخفض على حسب الأحوال في العالم. عيار الذهب 18 سعر السوق 764 جنيه، وعيار 21 892 جنيه، عيار 24 1019 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب 7136 جنيه. ناخدكم بقى في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي النهاردة شبورة مائية كثيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. في كمان نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.